السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت 3 أكتوبر 2020، جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا. تم هذا اليوم اكتشاف قنبلة بأحد القطارات ريجيونال بان بمدينة كولن، ودخلت الشرطة وبدأت تبحث في الموضوع لمعرفة من وضع هذه القنبلة في هذا القطار. كيف تم اكتشافها؟ هذا القطار كان راسيا هذا اليوم، ودخلت إليه عاملة للنظافة من أجل تنظيف القطار. بعد ذلك وجدت باكيت أصدقائي وفتحتها، فوجدت فيها قنبلة. اتصلت بالشرطة، جاءت الشرطة أصدقائي وطوقوا المكان، وبحثوا أيضا في 27 قطارا كان راسيا أصدقائي في مدينة كولن. لم يجدوا قنابل أخرى، فقط هذه القنبلة التي قام بعض الأشخاص أو شخص بصنعها باليد أصدقائي. لا تعرف ما هي الجهة التي قامت بهذا العمل، لكن ما أخبرت به الصحافة الألمانية هو أنه هذه القنبلة لم تكن صالحة للانفجار لأنه كانت فيها أخطاء في الصنع. ما زالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر أصدقائي، والحمد لله والحمد لله أنهم تمكنوا من إيجاد هذه القنبلة. الشرطة الألمانية تبحث في أي جهة؟ هل هذا الأمر قام به العنصريون من اليمين المتطرف من أجل نشر البلبلة، أم جهة دينية معينة، أم جهة يسارية، أم أحد المافيات الذين كانوا يرغبون بابتزاز شركة القطارات؟ نتمنى السلامة للجميع أصدقائي. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر حول الحالات في كورونا. سجلت هذا اليوم 2563 حالة في 24 ساعة الأخيرة لكورونا، بذلك تصل الحالات إجماليا إلى 299103 حالات. شفي من بينهم 260900 شخص، وتوفي 9531. كما تلاحظون اقتربت ألمانيا من مجموع 300000 حالة، لكن الحمد لله عدد الوفيات مسيطر عليه، والحمد لله عدد كبير من الناس يتمثلون للشفاء. ألمانيا الآن قلقة وتتكلم على عطلة الخريف في ألمانيا، هابست فيغين، لأن عدد كبير من الناس سوف يسافرون فيها. نعلم بأنه تقريبا من 200 دولة عالمية، ألمانيا تصنف تقريبا 138 دولة كدول موبوءة فيها كورونا، إضافة إلى 50 دولة أخرى تطلب ألمانيا عدم السفر إليها. لذلك أصدقائي هناك قلق كبير في ألمانيا حول عطلة الخريف، عندما يسافر الناس خارج ألمانيا ويرجعون أن لا يجلبوا معهم هذا الوباء. هل يوجد منع للسفر خارج ألمانيا؟ لا أصدقائي، التحذير من السفر أو التحذير أو إعلان دولة موبوءة لا يعني بأن ألمانيا تمنع السفر إلى تلك الدولة. سأخبركم الآن بالقوانين الموجودة، لأنه سيكون هناك تغيير لقوانين الحجر الصحي تقريبا ابتداء من 15 من شهر 10 2020. سيكون هناك تغيير للحجر الصحي في ألمانيا. لا يوجد منع للسفر، لكن من سافر إلى أحد الدول التي تعلنها ألمانيا دول موبوءة ورجع، يجب عليه أن يبقى في الحجر الصحي 14 يوم، أو يعمل فحصا، وعندما يعمل فحص يبقى في البيت إلى أن تظهر نتيجة الفحص بأن الشخص ليست عنده كورونا، وبعد ذلك يستطيع الشخص الذهاب إلى المدرسة، العمل أو الخروج أصدقائي. لكن ألمانيا ترغب الآن بتغيير القوانين، وأنا أتابع هذا الأمر أصدقائي. يقولون أن الحكومة الألمانية، وأخبرتكم بهذا الأمر قبل شهرين، أن الحكومة الألمانية ترغب الآن بتغيير الحجر الصحي، بحيث أنه إذا جاء شخص من خارج ألمانيا أو سافر إلى خارج ألمانيا ورجع، مثلا ذهب إلى هولندا، إلى بلجيكا، إلى فرنسا، إلى إسبانيا،
إلى دولة جاء من شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا ورجع إلى ألمانيا، يجب على الشخص البقاء في البيت 5 أيام، 5 أيام حجر صحي، وبداية من اليوم السادس يسمح للشخص عمل فحص كورونا. هكذا يرغبون بالضغط على الناس وتصعيب الأمور كي لا يقوم الناس بالسفر كثيرا خارج ألمانيا. هذا القانون ترغب ألمانيا بتطبيقه بداية من 15 من شهر 10 ترغب. أنا أتابع الموضوع، لم يتم تطبيقه بعد، لكن هذا ما تتكلم عنه الصحافة الألمانية والتلفزيون الألماني. مخطط أصدقائي، يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أننا يجب علينا متابعة الأخبار، لأنه من خرج أو سافر خارج ألمانيا بداية من 15 من شهر 10 يمكن، أعيدها وأكررها، يمكن أن يصبح الحجر الصحي إجباري 5 أيام، وبداية من اليوم السادس يسمح للشخص بعمل فحص بأنه ليست عنده كورونا. أتابع هذا الموضوع أصدقائي، وسوف أخبركم بالقرارات الأخيرة أصدقائي. هذا اليوم تحتفل ألمانيا بالذكرى 30 لتوحيدها، لذلك اليوم كان هناك حفلة بمدينة بوتسدام بمقاطعة براندنبورغ. مدينة بوتسدام هي مدينة تقريبا مع برلين. المهم أصدقائي، حضرها الرئيس الألماني، فرح الرئيس الألماني، هنأ ألمانيا بعيد الوحدة، لكن حذر من التفرقة وعدم الثقة التي تحصل وبدأت تحصل بين الألمان الشرقيين وبين الألمان الغربيين. يقول لهم بأنه بدأت هناك شرخ كبير بين الألمان الشرقيين والألمان الغربيين، ويحذر من هذا الأمر ويطلب بأنه يجب على الألمان أن يتوحدوا ولا ينض يعني وأن يتجاوزوا كل شيء بالكلام وإيجاد حلول. السيدة ميركل أيضا تكلمت وقالت بأن الاتحاد بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية نجح في أمور متعددة وكثيرة، وأيضا قالت بأنه أنها فرحة بالوحدة، وقالت بأنه الألمان شجعان لأنهم يذهبون في طريق جديدة من أجل القضاء على هذا الوباء، وأيضا شجعان من بخصوص القضاء على الفوارق بين شرق ألمانيا وغربها والوحدة والتكافل بين الألمان. أيضا معلومة عن السيدة ميركل، السيدة ميركل ولدت بألمانيا الغربية بمدينة هامبورغ، لكنها كبرت وترعرعت بألمانيا الشرقية بمقاطعة ميكلنبورغ فوبومن أصدقائي. الآن سوف نمر إلى آخر موضوع في ألمانيا، يتكلمون على الجيش الألماني الذي يوجد في أفغانستان، ويقولون بأنه ربما سوف تعلن ألمانيا على سحب كل القوى العسكرية الألمانية التي توجد في أفغانستان مع حلف الناتو، ويوجد 1200 جندي ألماني هناك في أفغانستان. قالوا يتكلمون بالصحافة الألمانية بأن هناك كان هناك اتفاق سري بين أمريكا وبين طالبان، والاتفاق هو اتفاق السلام بين أمريكا وبين طالبان، بحيث أن طالبان تتوقف على مهاجمة أمريكا وعلى مهاجمة الجيش الأمريكي، والأمريكان يجب عليهم أن ينسحبوا من أفغانستان ويسحبوا جميع الجنود الأجنبية، والاتفاق يجب أن يبدأ سحب الجنود الأجنبية من أفغانستان بداية من الشهر الرابع من 2021. لذلك هناك توقعات في ألمانيا بأن ألمانيا ممكن أن تسحب جيشها وتعلن عن سحب جيشها ممكن أيضا في الشهر الرابع 2021 نهائيا من أفغانستان. كانت هذه آخر وأهم أخبار ألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.